صباح الخير، اهلا زيونات، كي صبحتو؟ كي جاوبني بعدا صافا لاباس اختي 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 على الزيونات. هانتوما كنت ديجا وريتهم ليكم، وريتكم غير جوج كانوا في واحد القفص صغير. و لا ما تكونش باسل بعد منها. وقلت لكم هذا مشينا جبنا جوج وحده اخرين وشرينا اليوم هاد الفيلا بشي قفز. شوفوا ها انتوما باش ياخذوا راحتهم، درنا اليوم يعني الا بغاو يبيضوا ولا شي حاجه، الماكله كل شيء. شوفي فرشنا هاد البلاستيكات على قبل حيتاش كيبقاو يطيحوا الماكله، وحاليا حاطينهم غير هنايا في المجلس حتى هانتوما حتى نشوفوا بالضبط فين غادي نحطوهم. انا قلت لهم زعما نحطوهم برا في الجرده، ولكن ما عرفتش حاليا مع كاين شويه البرد ولا شويه كيدخل البرد، وهما ما كيبغيوش البرد. انا حتى الكليمه ما كنبغيش نديرها، ملي كنلقاها شاعله كنطفيها عليهم حيت ما خصهمش البرد. ديجا واحد البنت كانت كتبات عليا قالت لي يا فاطمه زهره ردي بالك معاهم على قبل البرد. يا اختي على الفنون، ويا اختي على الفنون. المهم الزيونات ديالي كي صبحتو هانيين لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم خليكم معايا، انا رافقت فطار دوشت وكل شيء، و فقت فطرت دوشت كما قلت لكم، ومشيت عجنت واحد المسيمنات. انا غادي نمشي نشوف مشار طابو باش باش نقرصهم وداكشي. شو ما درت غير شويه ديال المسمن، ما بغيتش نكثر، درت غير شويه، انا ما كناكلوش، درت هكا على خبر راجلي كيعجبو. خليه يرطب، ديجا مازال ما رطبش، يرطب شويه ونقعد ان شاء الله. المهم الزيونات ديالي غادي نبارطاجي معاكم لي بارفان. واحد البنت قالتها لي، قالت لي بارطاجي معنا لي بارفان وداكشي، وشنو هي فاطمه زهره الريحه اللي كتستعمليها بزاف وكتعجبك بزاف. المهم كاينه هذه لانتردي، هذه رطيجه معروفه، هانتوما البنات هادي كنستعملها كتعجبني بزاف. كاينه هادي، هادي راه عاد خرجات، ما عرفتش واش غتكونوا عارفينها ولا لا، ما عرفتش علاش التليفون كيصور ليا فلو بلا سي البنات. ها هي البنات سمحوا لي حيت التليفون بعض المرات كيولي فلو. المهم هادي ريحتها كتحمق، وكاينه الغوتشي حتى هي زوينه بزاف كتعجبني. وهذه البنات هذه انا كتسالي معايا، هذه كتحمق عسي الريحه ديالها كيفاش دايره، دايره بحال الكراميل. هذه البنات واعره. مهم الزيونات ديالي كاينين بزاف ديال لي بارفان، ولكن انا هادو هما اللي كنستعمل بزاف. يعني انا جاوبت ككبيده البنت اللي قالت لي يعني شنو الريحه اللي كتستعملي بزاف، ماشي وحده وماشي جوج، ولكن كاينه هذه البنات طيف الامارات، هذه هي زوينه ولكن ثقيله شي شويه، انا ما كيعجبونيش الروائح ديال العود والروائح اللي كيكونوا ثقال. هذه امواج حتى هي خطيره، هذه البنات غزاله، وعندك هذه حتى هي فنه دياموند. ولكن الاغلبيه انا كنستعمل غير هذوك اللي وريتكم في الاول. كاينه هذه لانتردي حتى هي ياك، شنو اخر صافي، يعني هادو هما اللي انا يعني كنستعمل بزاف كنركز عليهم بزاف. هانتوما الزيونات ديالي، ولكن الواعره هي هذه، هادي ناضية، يعني هادي البنات غير خدوها وعينيكم مغمضين،
عرفتي كتحمق. هادشي اللي كاين الزيونات ديالي، وغادي نوريكم حتى المسك. انا راه ما كنحملش شي حاجه سميتها المسك، ما كنحملهاش. عندك المسك وعندك العود، هادو انا راه هما العدو ديالي. ولكن ما شاء الله هادو البنات كتحسي براسك فواحد الانتعاش ما شاء الله. هذا ديال الرمان، وعندك هذه ديال الكرز ياك، وكاينه هذه البنات باتشولي، ما عرفتش واش تكونوا عارفينهم واش تكونوا مجربينهم ديجا. هذه خطيره، هذه ناضيه البنات. هاد ثلاثه هادو طوب. قلت لك انا ما كنحملش شي حاجه سميتها المسك ولا العود ولا دوك الروائح اللي من هذيك الاتجاه، ولكن هادو ما شاء الله من نوع اخر، من نوع اخر صراحه لها البنات. ها انتم رايه المغرب، عرفتي ما تحيدتش من هاد البلاصه وما غاداش تحيد حتى يسالي المونديال ويساليو يعني يلعبوا كلشي ان شاء الله يا ربي. المهم اليوم الثلاث، غطي الاربعاء غطى غادي يلعبوا ان شاء الله. نتمنى من الله انهم يربحوا ان شاء الله. ماما شنو درتي في الغداء؟ المهم الزيونات ديالي، هذا نهار ثاني. انا دابا كنصاوب الغداء، كندير غير شاورما وبطاطا فريت، وماما كتصاوب واحد الشلاضه. طيبت هنا الدجاج، هنايا حطيت المقادير ديالي، وكنصاوب العيش ديال الشاورما كما كتشوفوا. انا عاد بديت كنطيبو، ها هو شفتوا ضروري تغطى باش ما كيكرمش. ها هو البنات نقصوا عليه البوطه، تخليوه يطيب. يلا خليكم معايا حتى سالي. المهم كبيدات، هذا الفيديو كل نهار كندير لكم منه القطاع. المهم دابا لقيتوني لبست، غنمشي نتفرج في الماتش ديال المنتخب مع فرنسا. وها انتما يا اختي، راه ما كنتفارقوش حنا مع الرايه المغربيه ديالنا. المهم الزيونات ديالي، دابا شحال الساعه؟ دابا 9، الماتش غيبدا حتى 11 في المغرب، مع 8 كيبدا وهنا مع 11، لان مفوتين 3 ديال السوايع. المهم الزيونات، حنا غنمشيو دابا ان شاء الله باش يلا نشدو. واخا ديجا راجلي كيريزيرفي يعني البلاصه، يعني كتكون ديجا يعني واجده وكلشي، ولكن كنبغيو نمشيو قبل، لان كاينه شويه الطريق، و يعني البلاصه اللي كنمشيو لها شويه بعيده على الدار، داكشي علاش خصنا نخرجوا قبل. بحال كنحس براسي بحال مسافره ملي كنبغي نمشي لهذا المطعم هذا اللي كنتفرجوا فيه. المهم تحيه كبيره لكم، ونتمنى من الله ان الفوز يكون يعني المنتخب المغربي وحنايا بطبيعه الحال الدول العربيه، لان كما كتشوفوا الدول العربيه كاملين كيشجعوا المغاربه وباغين المغاربه انهم يربحوا. ونتمنوا من الله خير، ونتمنوا اننا نفوزوا على فرنسا، خصوصا فرنسا يا اختي، خصوصا هاد فرنسا هي اللي خصنا نربحوها باي طريقه. يلا هالزيونات، تهلاو في ريوسكم، تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا باي باي.